عندك كم والله اكيد طبعا احنا من سنتين ثلاثه بنجدد المنتخب وفي عناصر كثيره بتخرج في طبعا الكابتن الكبار اعتزلوا اعتقد ان الكابتن اللعيبه الكابتن ابو تريكه والكابتن وائل اللعيبه الكبيره كلها كانت موجوده مع بكر راضي انما مع الكابتن شوقي يعني منتخب جديد ولاعيبه جديده فاتمنى ان شاء الله ان احنا والله ما فيش حاجه ما اعتقدش ان في حاجه في اوروبا اسمها تروح تلعب اساسي طالما تروح فريق كبير يبقى لازم تحارب على مكانك ولازم تلعب طالما انت بتلعب في اكبر انديه في اوروبا فاعتقد ان انت لازم تبدل المسؤوليه لازم تبقى لعيب كبير ويعني تقدر تثبت نفسك على قد ما تقدر اكثر لعيب انت مرتبط بيه في تشيلسي ديفيد لويس ومشي وديمبا بقى ابرز الصعوبات طبعا ديفيد الصعوبات اعتقد يعني في مواقف يعني في احداث كثيره لان انا رايح من يعتبر اول لعيب مصري لعب في نادي كبير فانا طبعا مفروض بحاجه زي كده بحمد ربنا على حاجه زي كده ممكن يلا نفسها كانت ممكن جاي متوقعه شويه بس الحمد لله ان انا قدرت اعدي المراحل دي كلها واتاقلمت مع الفريق هتحضر كاس العالم؟ سماع القران صار الجدل كتير الناس بتتكلم عليها كتير الفتره اللي فاتت انا مش شايف فيها اي حاجه والله يعني ممكن احنا كنت بهزر انا ومايك ما فيش اي حاجه مفيش انما موضوع الدين بنصلي والناس بتوفر لنا كل حاجه عشان نصلي ونسمع اللي انت عايزه يعني مفيش عنصريه انا بلعب بديله انا ما اعتقدش ان هو بيلعب نفس المركز يعني اعتقد ان انا بلعب طرف هو بيلعب نص الملعب لكن انت كان الاعلام كله الانجليزي بيتكلم في النقطه دي تحديدا ان انت الصفقه البديله المادة واللي هتعوض غيابه عن الفريق ما اعتقد لو هم يعني لو هو هيلعب مع طريقه لعب زي مورينيو ما اعتقدش كان مشاه يعني